My life be like. أنا أحمد دسوقي من فريق التاندا دريفت، معايا عربية بي ام دبليو فيها موتور في 8 معدلين السسبنشن بتاعها للدريفت. العربية مجهزة كامل للدريفت. كسبت السنة اللي فاتت بطولة ريد بول كار بارك دريفت 2015 في مصر، تأهلنا للفاينل في دبي. أنا معتز عاطف عمر، هكون مشارك في ريد بول كار بارك دريفت 2016 إن شاء الله على بي ام دبليو اي 30 موتور 1 جي زي، عربية حوالي 550 حصان 600. بطولة ريد بول كار بارك دريفت بالنسبة للمتسوقين للدريفت كلهم في الشرق الأوسط بتبقى ليها طابع مميز مختلف عن أي بطولة تانية. ريد بول كار بارك دريفت هو من أهم السباقات بالنسبة لنا، إنه في الحقيقة هو السباق اللي أتاح لنا إن احنا نشارك برا مصر. اسمي هيثم سمير، معايا مازدا اركس 8، شلت موتورها وحطيت عليها موتور 2 جي. أنا اسمي رامي سري، مشارك في ريد بول كار بارك دريفت 2016 بعربية مازدا اركس 7، مطلعة حوالي 600 حصان، هي كيبل إن هي تطلع 800 بس عشان تراك صغير احنا مليين في الباور شوية. الموضوع ابتدى زي أي طفل بيحب العربيات، زي العربيات الصغيرة. كنت بلعب يوم في البيت، برصصهم جنب بعض، بعمل لهم جراج. ريد بول كار بارك دريفت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. طبعا بطوله ريد بول من اهم البطولات اللي عندنا، ابتدت في 2011، فهي من اهم البطولات ومن اول البطولات اللي عملت عندنا في مصر، فهي اللي دخلت الدريفتنج مصر.